الحمد لله العظيم الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي المنن الباهرة العظيمة والنعم الفاخرة الكثيرة، والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد، خير من ركب الخوادي وبر من دعا في النعادي وفاق ليوث العوادي. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب لاقى كوكبا، يا رب صل على النبي وآله ما أما الزبار مسجد طيبتا، يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن وناصر في الصدى. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلام يستهل به الكلام، ومن أدب المؤانسة السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ظهرت علامات الإعرابية وثبتت حركاته وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم وبوأنا الله وإياكم بحسن الإياب والمنقلب. ونحن لازلنا مع سورة العظمة، سورة التوحيد بأنواعه، سورة الخلق والقدرة، سورة تبارك، سورة الملك، وهي تتجول بنا بين خلق الله عز وجل، تارة مع السماء وتارة مع الأراضين وتارة مع من يعمرها من البشر والإنس، وتارة مع من يعمر بينهما من الطير. فبعد كل هذه الآيات التي يدلل الباري تبارك وتعالى بها على وحدانيته وقدرته وربوبيته، فإذا بربنا عز وجل، وتزداد أدوات الاستفهام الاستنكار، فربنا يقول بعد كل هذه الآيات: فلماذا أنتم هكذا؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وهذا سؤال استفهام استنكاري. أفمن، من اسم موصول معنى الذي، أهذا الذي يمشي، وجاء بالفعل المضارع دلالة على الاستمرارية، يرى الآيات ولا يزال مصرا على طريق الضلالة، مكبا مكبا، هذا من فعل أصله همزة، أكب فلانا فأكبه وكببه على وجهه. الفعل هذا لما يتم تفريقه ليبحث في المعجم فالباء تكون مشددة، فيكون الفعل كبب. ولذلك هنا أفمن يمشي مكبا، هذا اسم مفعول ضم أوله وفتح ما قبل آخره، مكبا على وجهه. قال أهل التأويل والتفسير فيها معاني: المعنى الأول أنه يكون مكبا على وجهه في الضلال، فيحشره الله عز وجل على وجهه يوم القيامة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يؤخذ بالنواصي، يسحبون في النار على وجوه فيهم ذوقوا مس سقر. والجزاء من جنس العمل. وقيل هي نزلت في أبي جهل، وهذا قول ضعيف. وقيل هي نزلت في الكفار عموما، لأنهم يمشون مكبين على وجوههم لا يرعون الآيات التي من حولهم. وقيل وإن من القواعد المقررة في التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل فيها كل كافر، ويدخل فيها كل عاص عميت بصائره وأبصاره عن رؤية الحقائق من ربه تبارك وتعالى. أفمن يمشي مكبا، وقيل مكبا أي منكوسا، أو جعل بصره إلى الأرض يمشي بين الناس فلا يستطيع أن يميز ما يصطدم به في طريقه. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. والهداية أنواع، قيل الهداية هداية الدلالة،
ما هي هداية الدلالة؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي أول دعاء في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، ويملكها كل إنسان يملك الدليل فيعرف الحلال من الحرام، يعرف أن هذا الفعل حلال يأتيه وهذا الفعل حرام يجتنبه. النوع الثاني من الهداية وهي هداية الأقوال والأفعال، وهدوا إلى الطيب من القول، لا يخرج من لسانه أبدا قول فاحش أو قول ماجن أو قول يكون فيه مساءلة عليه. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود في الصحيح يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا انتهى به في قعر جهنم 70 خريفا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والدرجة ما بينها وبين الأخرى ما بين السماء والأرض. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضا الله يرفعه الله بها درجات. وقال الشاعر: وكم من حروف جرت حتوفا وأخرى دعت إلى خير منيف، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. ولذلك الإنسان ينتبه كثيرا لما ينبغي أن يخرج من لسانه قبل أن يقوله. والكلمة إذا خرجت إنما كسهم خرج من قوسه قل ما يعود. السهم لما يطلع من قوسه بيرجع؟ ما يرجع إلا إن شاء الله عز وجل. فكذلك الكلمة، وإن الكلمة لها كلوم وشدوخ أشد من وقع السيوف المهندة. بألسنة حداد أشحة على الخير. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالإنسان ينتبه أن يجرح أخوه المسلم أن يجرح أخاه المسلم بكلمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مناقبه وشمائله في الحديث الصحيح ليس لم يكن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا الصخاب في الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء عليه الصلاة والسلام، بل يدخل عليه الرجل كما في الصحيح فيقول: السأم عليك يا محمد. وعائشة عليه رضي الله عنها من خلف الخدر تقول لليهود: عليكم السأم واللعنة. فيقول: يا عائشة، ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فقالت: أما سمعت ما قالتهم يا رسول الله؟ قال: أو ما سمعت ردي؟ قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. الكلام سبحان الله. الأحنف بن قيس كان جالس، طبعا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، والحرف هذا حرف الحاء إذا وحد من أسفل أصبح جيما، وإذا وحد منقوطا معجوما من أعلى أصبح خاء، وكلها تعني الميل. عندنا الخنف والحنف والجنف، فمن خاف من موص إيش؟ جنفا، يعني ميلا في الوصية. والخنف من يكون أخنف في أنفه خيشومي، والحنف من يكون أميل في ساقيه. الأحنف بن قيس لما ولد كانت ساقه مقوسة، فيقولون لأمه: الأحنف الأحنف، فسموا بهذا الاسم. قالت: لعله يسود قومه يوما، وقد كان له أكثر من زوجة، فجاء له يوما بأحد أبنائه قتل أخاه من امرأة أخرى، ما فك حبوته، وجالس محتبي ما فك حبوته، وجاء به مقيد، أمسك به إخوانه فقال: دعوه. ثم نظر إليه قال: يا بني، لماذا قتلت أخاك وقطعت رحمك؟ ثم قال: ارسلوا بديته إلى أمه، شيلوا 100 ناقة روح اديها لأمه. عجيب الأحنف بن قيس. قالوا له في يوم الأيام: أنت أحلم أم معاوية؟ قال: معاوية ملك فحلم، أما أنا فلم أملك، وما أدري لو كنت ملك ايش صار أسوي. فالأحنف بن قيس هذا عجيب، جاء لواحد قال: لا يا أحنف، لو تقول كلمة أقول لك 10. قال: يا هذا، لو قلت 10 ما سمعت مني واحد.
ريح نفسك، بضاعتك ليست عندنا، نفاذها هذه بضاعة كاسدة. إذا سبك السفيه فلا تجبه، ففضلا عن إجابته السكوت، إن أجبته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت. عجبا للحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، خليه يروح. والهداية المهمة هي هداية التوفيق للإيمان، وهذه لا يملكها إلا الرحمن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت عليك البلاء، وما أرسلناك عليهم حفيظا عليك إلا البلاء، تعلم الناس وتوضح لهم الحلال والحرام، لكن أنت لا تملك. الناس لا يقادون إلى الله بالسلاسل، إنما يقادون بالتقوى. لعليك أنت تسوي، أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى. مقارنة الغرض منها إنكار ما هم عليه، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يمشي سويا، الأقدام لها وظيفة والجسد الأعلى له وظيفة، وهو على صراط المستقيم. هذه الصراط صراط مين؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فكل من يمشي على الطريق المستقيم يا إخواني لا يخشى شيئا، وكل الذي يكون مكبا يعيش الضنك. أحد الناس في إحدى الرحلات الجوية تارك للصلاة والعياذ بالله، تارك صلاة، وحاول أن ينتحر مرتين، وعنده من الأموال الأشياء الكثيرة. هل جلبت له السعادة؟ أبدا ما جلبت له السعادة. ولذلك المأمون يوما كان في قصره على الرصافة، طبعا تعرفون واحد اسمه الجهم، أبي الجهم هذا كان شاعر، وجاء من البادية إلى المدينة في بغداد، فدخلوا على أمير المؤمنين فقال: أنت كالتيس في مقارعة الخطوب، وأنت كالدلاء، أفضل الدلاء أنت. قال: أنت زي التيس والدلو. فقالوا: نشير رقبته يا أمير المؤمنين. قال: لا لا لا، فهم أن هذا شاعر على إيش؟ على القريحة. قال: اجعلوه في القصر عند الرصافة، خذوا البيت على الفرات هناك، يشوف كده المناظر الجميلة والألوان البديعة والماء وخريرها وصفير الطيور، وجابوه بعد فترة. راحوا جلس وتغيرت من لغته قليلا وجادت قريحته، ثم جاء قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، قتلنا من حيث أدري ولا أدري. فالإنسان لابد أن يتخلق، أنت جيت في رمضان تخلق، وخذ من رمضان زاد لما بعد رمضان، لابد أنك تملأ الآن. الشيخ بن باز عنده كلام جميل، ألقى موعظة يوم 16 رمضان، قال: وإن انتصف الشهر فاجتهدوا فيما هو باق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قراءة القرآن ومن الصلاة ومن غير ذلك. ابن الجوزي يقول: إن فرطت فيما مضى فاجتهد فيما بقي، فأنت على فرح عظيم في ليلة خير من إيش؟ من ألف شهر. فرطنا فيما نستدرك فيما هو باقي، من رحمة الله بنا أننا ما زال في الزمان فسحة. ثم بعد أن بين الله لهم هذا الاستفهام الاستنكاري، رجع لهم مرة أخرى ليذكر بني الإنسان بخلقه: قل هو الذي أنشأكم، نون شين مثلثة همزة قطع، الأصل فيها الارتفاع، المادة هذه الأصل فيها الارتفاع. ولذلك ربنا قال: إن ناشئة الليل، يعني قال ابن فارس في معجم مقيس اللغة: لأن الإنسان يرتفع منتصبا بقامته صافا قدميه بين يدي ربه، فضرب بها المثل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. صعب على الإنسان، ولكنها دلالة الإخلاص، إنك تصف قدميك في الليل لا يراك إلا الله تبارك وتعالى. لما تلقى قل هو الذي، تعلم أن الأمر عظيم، دلالة على توحيد الله عز وجل. أحيانا تأتي من غيرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم
فيها، لكن هذه كانت دلالة على ربوبية في كلام متصل، لكن هنا كلام منشأ بعد قطع، فناسب أن يأتي بالضمير هو الذي يعود على الباري، والذي الذي يعود أيضا على إيش؟ على الباري، وصدر بقول قل، أي قل يا أبا القاسم لهؤلاء الذين لا يفهمون عليه الصلاة والسلام، قل هو الله الذي أنشأكم، يعني إيش أنشأكم؟ أنشأكم إيش؟ يعني خلقكم. ولماذا جاءت هنا أنشأكم وتحت الآية جاءت ذرأكم؟ قيل المقصود بأنشأكم يعني رفعكم طورا فوق طور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، بعدين ترتفع ثم من نطفة، ثم ترتفع من علقة، ثم ترتفع من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر، وهكذا زي ما قال ربنا عز وجل ليش؟ لتركبن طبقا عن طبق في السماوات. ومثل وقد خلقكم أطوارا، كل طور يرتفع على الطور الذي إيش بعده حتى يكتمل سبع، يكتمل تسعة أشهر أو يكتمل سبعة أشهر، ثم يخرج إيش؟ ثم يخرجكم طفلا. فناسب هنا دي بداية الخلقة، انتبه، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. غالبا السمع في غالب القرآن يأتي مفرد، وبقية الجوارح تأتي مفردة تارة ومجموعة تارة أخرى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيش؟ مسؤولا. وختم على سمعهم و لا وختم على وختم على سمع على سمعهم وعلى قلوبهم وقف جيد وعلى أبصارهم غشاوة. وضحت هنا الآن شيخنا؟ وضحتم الآن؟ فقال سمعهم مفردة، قلوبهم مجموعة، أبصارهم مجموعة. لماذا؟ قيل لأن الفؤاد خطره شديد، ربما الفؤاد الواحد يتقلب بين عدة عقائد، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، صحيح ولا مو صحيح؟ يتطور بعدة عقائد، تجده ملحدا بعدين تلقى زنديق، تلقى بعدين يستقيم على المنهج. فخطر القلب خطره إيش؟ عظيم. وخطر البصر أيضا خطره عظيم، لأنه ممكن يتجول بين عدة مناظر في آن واحد، العين ممكن تلتقط عدة مناظر في وقت واحد. أما السمع لا يكاد يركز إلا في إيش؟ إلا في إيش؟ إلا في اتجاه، إلا في اتجاه واحد. وهذا الترتيب، إن السمع والبصر والفؤاد، قل هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قيل هذا الترتيب على ترتيب الخلقة، أول ما يشقش ثم البصر. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي شق سمعي وبصري من غير حول مني ولا قوة، أول ما يشق هذا. وهذه يسموها وسائل الاستقبال يا إخواني، هذه الأشياء وسائل الاستقبال. ولماذا بدأ بالسمع؟ لأنه أخطرها في الاستقبال، ولربما الإنسان يفقد نظره لكن يبقى سمعه أقوى ما يكون. ولذلك تجد أنه في كتاب بعنوان نكات الهميان في أخبار العميان، تجد الأعمى يركز أكثر من المبصر. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أنس عند البخاري قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. سبحان الله، هي القضية أنه يصبر الآن يعوض بها جنات النعيم. ولذلك يقول بشار بن برد، يقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها تسع دجاجات وديك حسن الصوت. إيش اللي خلاه يسوي الوصف البديع وهو إيش؟ وهو أعمى. وقال: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أحد الناس يحكي لي قصة، يقول كان في دولة من الدول، عشان نشوف بلاوي التليفونات الله يعافينا وياكم، يقول ودخل له رقم كده وجلس قصة حب بينه وبين صاحبة الرقم عبر إيش؟ الهاتف فقط، وكان لها صوت جميل ملك عليه ألبابه وقلبه، ثم تواعد في اللقاء فكانت دميمة يستعيذ منها البر والفاجر. الله يعافينا وياكم.
تلقى بعض الناس الآن ينزل برامج من الإنترنت كذا يعمل إيش يلين فيش في صوته، لعن الله الرجلة من ليش من النساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال في، اتق الله في نفسك، هذا لا يصلح لك. هيوك لأمر لو فطنت لو فاربع بنفسك أن ترعى مع الهامل. ثم قال قليلا ما تشكرون، يعني قليل من عباد الله من يشكر هذه النعم، وكيف يشكرها؟ بأن يستعملها فيما خلقه الله من أجلها، فلا يسمع إلا حلالا، ولا ينظر إلا إلى حلال، ولا يعتقد إلا حلالا. ثم قال رب العجل قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ليش قال هنا أنشأكم وهنا ذرأكم؟ سنقول، قلنا لأن أنشأكم يعني إيش؟ خلقكم، وذرأكم يعني دفنكم. فالآيتان تكلمت على المبدأ والمنتهى. قال ابن فارس والأصل في الذال المعجمة والراء المهملة والهمزة معنى لغوي صحيح يدل على عدة معاني. المعنى الأول بياض الشيب يسمى الذرة، البياض اللي في الشيب له عدة أسماء، الشمط ويسمى أيضا إيش؟ الذرة. والمعنى الثاني ذرأكم أي زرعكم، وكأن الإنسان سبحان الله يخرج من هذه من رحم الأم ثم ينبت فين؟ في الأرض في قبره، ثم يهال عليه التراب. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كل هذا رد على مين؟ على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يعتقدون في بعث ولا في نشور. ويظن بعض الناس لما يحرق الجثث أنهم بذلك لن يقبروهم، كلا. جاء في البخاري أن رجلا قال لأبنائه إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ففعل أبناؤه فأحرقوه ثم ذروه في كل مكان، في قعر وسهل ووعر وبحر ومدر وفي كل مكان. فأمر الله عز وجل الجبال والشجر والوبر والمدر والقعر والوعر والسهل أن يجمعوا، ثم أقامه بين يديه قال يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. قال إني قد غفرت لك وأدخله الجنة. قل هو الذي ذرأكم. ومن الخطأ من يقول يشيع فلان لمثواه الأخير، القبر برزخ وليس المثوى الأخير. المثوى الأخير إما جنة الله يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما نار الله يعيذنا وإياكم إيش منها. ثم قال وإليه تحشرون، لنرجع إلى النشر المعكوس، ليرجع ربنا مرة أخرى يدلل على إيش؟ على خلق الأرض وعلى خلق الإنسان. ثم تأتي خاتمة السورة غدا إن شاء الله عز وجل في إجابة على مجموعة من الأسئلة، نجعلها إلى يومها غدا. ننسأل الله في الأعمار وبارك في الأجال، اللهم وفقنا لكل خير وعنا على كل بر، اللهم مثقلة أمرنا ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا هذه البر والتقوى، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. تم الكلام ورب المحمود، وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لا حق من ولا قعود. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.